اسمح لي دكتور، خلينا نروح نشوف تقرير من جوه الصندوق مكافحة وعلاج الإدمان عشان نتعرف على الآليات والخطوات اللي بيتم تنفيذها أثناء رحلتهم في تعافي الأشخاص من تعاطي المخدرات. لازم نقول إن الإدمان هي رحلة طويلة. الإنسان أول ما بيخش فيها بيخسر حاجات كتير، يمكن الخسارة بتكون على مستويات متعددة، سواء على الناحية المادية أو النفسية أو الاجتماعية. في الآخر الشخص بيبتدي إن هو يدمر نفسه الأول، وبعد كده بيدمر اللي حواليه. الإدمان بيخسر الشخص كل حاجة تقريبا، وكمان دايما دايما بيبتدي يفقده أحب الناس ليه. الشخص نظرة الناس ليه بتتغير، يبتدي بعد شوية يحس الناس بتكرهه، وهو كمان يحس إن هو بيكره نفسه. دي الشخصيات اللي احنا نتكلم عليها قبل ما تتعالج، قبل ما تيجي وتعرف طريقة التعافي. بيبتدي ان هو ياخد طرق غير صحيحة في العلاج. ده مرض نفسي، هو احد الامراض النفسية اللي لازم عشان نتعالج منه نروح للمتخصصين. احنا في صندوق مكافحة وعلاج الادمان الرقم بتاعنا 16023 بنقدم الخدمة العلاجية بالمجان بالكامل وفي سرية تامة، عشان نحمي كمان الناس اللي بتخاف من الوصمة الاجتماعية، من الوصمة او ان احنا يبقى في بعض يعني معوقات العلاج. احنا بنحاول نذلل كل معوقات العلاج وهي الوصمه الاجتماعيه، عشان كده بنحافظ على السريه وكمان بنكفل المجانيه الكامله. بعد كده بندخل المريض ان هو يبتدي يتعالج. طبعا العلاج بمعناه النفسي هو التغيير، ان انا ابتدي اتغير على المستوى المعرفي والسلوكي، يعني افكاري تتغير وسلوكياتي كمان تتغير. الموضوع كله بيبتدي من تغيير طريقه التفكير اللي بعد شويه بيخليك تعرف تتحكم في مشاعرك، وبالتالي تعرف تتحكم في سلوكياتك. الموضوع كله محتاج ان انت تتحول من شخصية بتعمل اللي هي عايزاه في اي وقت، من شخصية بتعمل احتياجاتها في الوقت والمكان المناسب. احنا بنعلمه الاول ازاي يبطل مخدرات، وبعد كده بنعلمه ازاي يعرف يعيش. طيب لو هنتكلم بقى على ازاي بنساعده كمان في حياته بعد التعافي، ازاي بندعم التعافي. طبعا احنا في صندوق مكافحة وعلاج الادمان تحت رعاية معالي وزير التضامن الدكتورة نيفين القباش دايما بتهتم بمشروعات دعم التعافي، وده بيكون من خلال التمكين الاقتصادي، من خلال المبادرات المجتمعية اللي بنقوم بيها طول الوقت. يمكن اشهر المبادرات دي هي مبادرة بداية جديدة، دي اللي من خلالها بنقدم قروض صغيرة للمتعافين بالتعاون مع بنك مصر الاجتماعي، عشان ياخدوا القروض دي يفتحوا بيها مشروعات تكون مصدر دخل ليهم تاني او لاسرهم. لو هنوجه الاول دايما بتبقى رساله للاب والام، احنا دايما بنقول للاب والام صاحب ابنك تكسبه. بلاش طول الوقت الاوامر، حاول دايما تدي الاوامر في صوره نصايح، او كمان تقنع الولد او البنت هم هيعملوها ليه، عشان نوصل لاسلوب تنشئه يخلي الولد فعلا يجي يقولك على كل حاجه ويصرحك بكل حقيقه. لان المخدرات لما بتبتدي في الأعمار الصغيرة، فأنا محتاج يبقى ابني عنده درجة من الثقة فيا ودرجة من الصحوبية زي ما بنقول كده يعني بلغة بسيطة، إن هو يجي يحكي لي على كل حاجة عشان أعرف هو بيقعد مع مين، بيروح فين، بيسمع إيه من صحابه، ويا ترى أنا هعدله الأفكار دي ولا هقول له صدق اللي أنت بتسمعه. كل ده مهم جدا، إن أنا ما سيبش الحبل على الغرب للولد او البنت، عشان خاطر ده بيبقى تدليل زائد بيخلي الولاد تعمل اللي هي عايزاه، وفي نفس الوقت زي ما قلنا مبقاش فيه تسلط واوامر كتير. بالنسبه بقى للشباب اللي عندها مشكله مع الادمان، دايما الرساله اللي احنا بنوجهها لازم يكون انت عندك النيه والاراده الحقيقيه للتغيير. احنا دايما بس بنقول يعني ظاهره الادمان ظاهره مدمره. يا رب الشعب المصري كله يبقى في خير حال دائما. يا رب بس يعني لو احنا عندنا مشكلة النهاردة الحكومة بترعى هذه المشكلة، والدولة المصرية بتواجه هذه المشكلة، بتتوسع دايما في المراكز اللي بتتعامل مع علاج الإدمان. دايما من خلال صندوق الإدمان بنقوم بحملات توعوية. احنا عايزين الشاب المصري والشابة المصرية دايما في أحسن حال وبخير صحة.